شوف شوف. السلام عليكم. اسمه مبارك سعيد. تذبحون مع بعضكم في نفس المكان أو كل شخص يذبح في مكان؟ المهم الإخوة بكم ما كتشوفوش جينا نبداو معكم أجواء ديال العيد من هنايا من تايلاند. غندخلو نصليو لأنهم بداو الصلاة هذه السبعة ونص دابا. المهم الاخوان بعد ما صلينا وتبادلنا التحيه مع الاخوه هنا التايلانديين دابا غادي نمشيو للبلاصه اللي كيذبحوا فيها ونعيشوا معكم الاجواء من احسن زيد ان شاء الله. يا سلام شو شو متى سيذبحون الأضحية؟ ثمانية. هل يمكننا الذهاب لرؤية ذلك؟ إن شاء الله. تذبحون الأضحية كل شخص يذبح أضحيته أو تشترون فقط تشترون واحدا فقط وتقومون بمشاركته مع بعضكم؟ واحدة فقط يعني لا تشترون كل شخص يشتري أضحيته وتذبحونه واحد في سبعة يعني كل سبعة في واحد. الآن جميع الأشخاص في القرية يعني كل سيأتي إلى هنا كله إن شاء الله كل يأتي لأكل الطعام لأكل الطعام وبعدها بعدها يذهبون إلى ذبح الأضحية ما شاء الله ما شاء الله. المهم كما كتشوفوا الخوت اول حاجه غيديروها هي غيتجمعوا هنايا في المسجد كما كتشوفوا غياكلوا راه موجودين البلايص كاملين هنايا ومن بعدها عاد غادي يتوجهوا باش انهم يذبحوا الاضحيه. جميل ما شاء الله جميل ان شاء الله. انتم الخوت كما كتشوفوا الناس بدات كتجيب الماكله ديالها كل واحد اش كيجيب الاخ عاوتاني هو كما كتشوفوا جاب الماكله. مرة بدا كما قلت لكم بداو كيجيبوا الماكله ديالهم. يا سلام المهم الخوت دابا كما كتشوفوا جينا باش نعيشوا معهم هاد الاجواء ديال ذبح الاضحيه راه غيبداو في ذبح الاضحيه دابا. انتما الخوت كما كتشوفوا دابا تم ذبح الاضحيه. يا سلام انتم الخوت هنا كما كتشوفوا راه بداو الاكل والناس راه بدات كتجي. يا سلام شوف الخوت ما شاء الله داك الشيء عندها مزاره. تبارك الله قايم بالواجب وخا صغير حاره الخوت لا قايم بالواجب.
كوكا انتم الخوت كيفاش كيقوموا بتوزيع الطعام على الاشخاص ما شاء الله أطباق مختلفة شو كيما كتشوفوا يا سلام انتم مرقص اطباق مختلفة المهم الاخوة دابا كيما كتشوفوا غادي ناكلوا معاهم نعيشوا معاهم هذه الاجواء والله العظيم الخوتي اللي حاس براسي وسط عائلتي واخا بعيد على المغرب وبعيد على داك الشيء ديال المغرب ولكن حاليا حاس براسي انني مع عائلتي يعني الناس كيفاش كيتهلاو فيك كيفاش كيرحبوا فيك كيفاش كيضحكوا معاك والله العظيم انا من اطيب خلق الله نتمنى غير يكون الشوا اذا ما كانش الشوا اليوم كي والو انتم ما شاء الله ما شاء الله هذا ما فيش هذا ما فيش الخوت الحار بسم الله اعتذر على هذا الكلام ان ماشي عندهم داك الاسلام ديال الزواق ولا شي حاجه الاسلام ديال بصح الاسلام ديالهم كتحس به حقيقي ماشي داك الاسلام المزيف هانتوما الخوت هذا هو الديسير ديالهم ها شوفوا الديسير ديالهم كيفاش داير يا سلام هانتوما السلام عليكم السلام انتم مرحبا السلام عليكم السلام هاد الديسير ديالهم كيفاش كيحطوا داك الشيء متيول وغزال
الرز مع البانيه. بسم الله. لذيذ لذيذ. الرز مع البانان. انتم مع الخبز كما غتشوفوا هذا الرز مع البانان. يا سلام. وكيدوروه بهذا الورق ديال هذا الورق ورق البانان. ورق البانان. ورق البانان هذا ما شاء الله. هانينا. شكرا شكرا شكرا. لذيذ لذيذ لذيذ. هذا يعني المذاق ديالو غزال القوت والله. هادشي راه ما كاينش القوت في المغرب هاد الفواكه هادي. فيري ديفيكولت. المهم الاخوان كما كتشوفوا دابا بقيتوني جيت للدار هنايا عند واحد الناس هنايا عرضوا عليا وراهم كيقادوا الشوا نعيشوا معاهم هاد الاجواء ديال العيد. دابا راه العشيه هما راه ما كيديروش واقيلا الشوا في الصباح. يعني لا على ما لاحظتوا داكشي اللي وريتكم ما شفتهمش كيديروا الشوا في الصباح. يعني كيقطعوا الضحيه ومن بعدها كيمشيو يسلموا على بعضياتهم الى اخره حتى العشيه كيديروا الشوا. انتم الخوت. وواحد القضيه الخوت اللي ما فهمتهاش هي ان عندهم هنا في تايلاند كاينين الناس اللي معيدين اليوم وكاينين الناس اللي معيدين غدا. ماشي بحال يعني حنا في المغرب كما كتعرفوا العيد عندنا غدا هما لا. هنايا كاينين الناس اللي معيده غدا وكاين الناس اللي معيده اليوم. يعني كيمشيو مع كاين اللي كتمشي مع التوقيت المحلي ديال البلاد وكاين اللي كيتعيد مع السعوديه. عيد سعوديه يو عيد السعوديه يعني. معيدين هما مع السعوديه صحابينا لو ها. دابا كما كتشوفوا الخوت غنديروا الشوا لايك ذيس الطريقه ديالهم شي اشكال. المهم الخوت كما كتشوفوا هما كيدهنوا الشوا بالزبده هي كيدهنوا هما الشوا بالزبده كما كتشوفوا. هذا القصب الخوت هذا القصب. الله العظيم الحمد لله ان ربي رزقنا هذه العائله هذه ندوزوا معاهم لهذه الاجواء ديال العيد وحسسونا بداك الجو العائلي وخا بعاد على المغرب وبعاد على والدينا ولكن الحمد لله اللي ربي لقانا بهاد الناس. والله العظيم حسيت براسي انني مع عائلتي. والله العظيم حسيت براسي مع عائلتي. جود جود. شعرية مقلية. ما يلوجها ما شعرية مقلية. شعرية عربي. شعرية شعرية مقلية مقلية شعرية شعيرة مقلية شعري شعيرية مقلية مقلية. المهم الخوت ختامها مسك كما كتشوفوا دوزنا النهار زويون. كابون كاف كابون كاف كابون كاف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم. السلام عليكم. باي 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 باي. السلام عليكم. السلام عليكم. شي واحد القضيه الخوت كيديروها الدراري الصغار هنا فاش كيسلموا عليك فاش كيسلموا كيشدوا بحال زعما البركه وكيدوزوها على وجههم. والله العظيم الخوت الى احسن حاجه دازت في تايلاند هي هاد العيد هذا. دوزنا مع هاد العائله المسلمه واكتشفنا بزاف ديال الحوايج معاهم واستمتعنا بهذا العيد هذا. يعني واخا بعاد على والدينا الى اننا عشنا ديك الاجواء ديال العيد واخا في الغربه. المهم الخوت هنا غنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو واكتشفتوا حوايج زوينين. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وعشرانكم. لايك اولويز بيس اند لاف لاف يو جايز ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.